وفي حالة تواصل التنظيمات الإرهابية منع المدنيين والمسلحين من مغادرة الأحياء الشرقية بعد أن استهدفت عددا من المعابر بالقذائف. للمزيد حول الأوضاع في حلب ينضم إلينا مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. أنس، ضعنا في صورة التطورات لديك. تحية لكم زملائي في استديوهات الإخبارية السورية من هنا من مدينة حلب التي تستمر في استعداداتها وتحضيراتها لأي تحول بما يخو بأي تحول وأي تطور يخص التهدئة الإنسانية لليوم الثاني على التوالي. إلى الآن بطبيعة الحال لم يسجل خروج لأي من المدنيين سواء من المسنين أو المرضى وأيضا المدنيين المتواجدين داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة، إضافة أيضا إلى المسلحين، وذلك عبر الممرات والمعابر التي خصصتها وأعلنت عنها محافظة حلب، والتي كما ذكرت لكم مجهزة بكل وسائط النقل بسيارات الإسعاف، فرق الإنقاذ، إضافة أيضا إلى كل الجهات كسلطات محلية ومدنية ابتداء بمحافظة حلب وبلدية حلب وانتهاء بقوى الأمن الداخلي والقوات الأخرى. إلى الآن تستمر المجموعات الإرهابية المسلحة بمنع كل المدنيين داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة من التوجه نحو المعابر، إضافة إلى استمرار حظر التجول الذي فرضته تلك المجموعات على المدنيين. ومن بين المعلومات أيضا التي وردت إلى الإخبارية السورية منذ قليل بأن جبهة النصرة الإرهابية بدأت بحملات مداهمة لمقرات الفصائل المسلحة التي كانت تنوي التوجه نحو وهذه الممرات والمعابر لتسليم سلاحها وتسوية وضعها، كما تم الإعلان عنه من قبل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بما يخص المسلحين من الجنسية السورية ممن يودون الاستفادة من المرسوم الرئاسي، مرسوم العفو. إذن إلى الآن هنالك انتهاكات تستمر بها جبهة النصرة الإرهابية باتجاه المدنيين من ناحية، ومن جديد باتجاه الفصائل التي كانت تنوي بطبيعة الحال التوجه نحو هذه المعابر وأيضا الممرات الإنسانية. هذا بما يخص الواقع داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة، والتي أيضا تعرض فيها المدنيين إلى التهديد وأيضا إلى تفريق مظاهرة في المعادي عبر الرشاقات النارية، إضافة أيضا إلى إعدام قيام جبهة النصرة بإعدام 15 مدني. كان التهم التي وجهتها لهم جبهة النصرة بأنهم كانوا قد رحبوا بهذه التهدئة الإنسانية وبخروج المدنيين وأيضا خروج المسلحين من الأحياء الواقعة شرق المدينة باتجاه المناطق الآمنة عبر هذه المعابر والممرات التي يستمر فيها التحضير لليوم الثاني على التوالي من هذه التهدئة الإنسانية التي بطبيعة الحال دعت إليها ورفضتها الحكومة السورية بالتعاون مع الحكومة أيضا الروسية. على الرغم، إذا انتقلنا إلى موضوع آخر أيضا غاية في الأهمية، على الرغم من الترحيب الذي جاء من السيد ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة الذي رحب بهذه التهدئة الإنسانية، إضافة أيضا إلى بعض الدول التي رحبت أيضا، على الرغم من هذا الترحيب إلا أنه حتى هذه اللحظة ولليوم الثاني على التوالي لم نجد أي تواجد، لم يكن هنالك أي تواجد لموظفي الأمم المتحدة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري هنا في مدينة حلب، كما حصل على صعيد دمشق وعلى صعيد حمص والمناطق التي شهدت للتهديئات الإنسانية والمصالحات. إلى الآن كنا ننتظر يعني مجيء أي من الأمم المتحدة أو حتى دخولهم نحو تلك المناطق الواقعة شرق المدينة. لا أريد أن أحلل، لكن هذا الأمر يعطي دلالات، وربما دلالات بالنسبة لها طابع سلبي بالنسبة للتهدئة الإنسانية من خلال عدم تواجد سيارات وموظفي الأمم المتحدة سواء جاءوا أو لم يأتوا. بعد الجهات هنا مستنفرة، التحضيرات مستمرة، الكل مستعد بطبيعة الحال لأي تطور قد يحصل على هذه الممرات وعلى هذه المعابر التي تعرضت يوم أمس
أيضا إلى تصعيد إرهابي من خلال الطلقات الرشاشة والقنص الكثيف، إضافة أيضا إلى القذائف التي سقطت على المعبر وعلى الأحياء المحيطة بمعبر بستان القصر، كما تم استهداف ممرات أخرى ومعابر أخرى منها معبر الكاستيلو الذي أيضا خصص لخروج المدنيين وأيضا المسلحين من الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب. هنالك بطبيعة الحال ساعات طويلة نحن ننتظر بها هنا في هذا المكان وفي كل مكان تم الإعلان عنه، كما ذكرت لكم، لرصد أي تطور قد يحصل بطبيعة الحال بما يخص التهدئة الإنسانية التي خرقت لأكثر من مرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، سواء نحو هذه المعابر، سواء نحو المناطق المحيطة بها والأحياء الأخرى من مدينة حلب التي تعرضت يوم أمس أيضا وصباح هذا اليوم لقصف عشوائي بالقذائف من قبل هذه المجموعات الإرهابية، ما أدى خلال أقل من 24 ساعة لارتقاء 4 شهداء مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ونقلوا إلى مشفى الرازي الحكومي ومشفى حلب الجامعي. في العودة أيضا إلى المعلومات المتوافرة لدينا بالنسبة للمعابر والأحياء الواقعة شرق مدينة حلب، من يسيطر هنالك في تلك الأحياء الواقعة شرق المدينة هي جبهة النصرة، وتحديدا قياداتها وأغلب قيادات جبهة النصرة ومقاتلي جبهة النصرة الإرهابية هم من الجنسية السعودية والجنسيات العربية والأجنبية الأخرى، لذا هي تمتلك تواجد كبير وتمتلك القوة بطبيعة الحال، وهذا أمر بات ينقله لنا الأهالي. هنا القوة لجبهة النصرة الإرهابية على المدنيين وعلى أيضا الفصائل المسلحة التي كما ذكرنا داهمت منذ قليل مقراتهم، وذلك بعد معرفتها بأنهم يريدون التوجه إلى المعابر والممرات الإنسانية. سنضعكم بأي تطور زملائي في استديوهات الإخبارية السورية، سواء بالنسبة لهذا المعبر أو مع زملائي أحمد صادق ووريد هنايا في الممرات والمعابر الأخرى. إلى ذلك الوقت أعود إليكم إلى استديوهات الإخبارية السورية في دمشق، على أن نعود أيضا في رسائل أخرى، رسائل مباشرة للحديث بشكل أكبر عن اليوم الثاني للتهدئة الإنسانية. إليكم. شكرا لك أنس، وشكرا لفريق الإخبارية المتواجد معك.